الاحتلال يمارس كل أنواع البغي وكل أنواع الظلم وكل أنواع يعني العلو في هذه المدينة. فنحن نعيش في مدينة القدس ونحن نشعر حقيقة بهذا الألم، ولكن الذي يزيدنا مرارة وحسرة أننا نجد إخواننا يتخلون عن مساندة أهل القدس وأصحاب الحق وأصحاب المقدسات وأصحاب يعني الملة الذي نحن إخوان في 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 الدين، وكيف يتخلون عن حقهم في هذه المدينة. فهذه مدينة وقف للأمة، فكل مسلم على وجه الأرض يعني له الحق في هذه المدينة. كيف يعني يتخلون عن حقهم في هذه المدينة ويتنازلون عنه لذلك المحتل الغاصب الذي ما يعني لم يأبه أبدا في أن يضرب العمق الإسلامي وأن يعني يكون عدوا للأمة الإسلامية.